ديناش لا ديموندي بزاف شو هذوك كامل كيما تزاد برامي ويت دير شراء قلنا له عليكم تعالي ما حكالكش شوف طارق تعليمات الوزارية المسددة من طرف وزير التجارة على وجه الخصوص بعد ارتفاع درجة الحرارة في الأيام القليلة الماضية عرف جهاز المكيف الهواء على وجه الخصوص ندرة من جهة وارتفاع فاحش في الأسعار. أما احنا على مستوى إقليم ولاية البليدة بعد المعاينة المدنية اللي قمنا بها لاحظنا أنه كاين على العموم وفرة في المنتوج فيما يخص يعني كاع لاكام تاع الناف بين 12-24 و18-24 واستقرار على مستوى الاسعار. الحاجه الوحيده اللي لاحظناها ان كاين في بعض المحلات كاين تخص ان حاجه من لاكام هذه. حنا على باسم الهواء المكيفات الهوائيه قمنا بمعاينه ميدانيه على مستوى محلات مدينه البليده بلديه البليده خصوصا شفنا في هذا المحل انه كاين وفره في الاجهزه مكيفات الهواء وحتى بالنسبة للأسعار يعني كي نقارنوها مع الأسعار واحد أخرين نصيبوها راهي في المستوى مام الفايدة اللي يديها كماهيش حاجة كبيرة. كاين هناك مخالفة واحدة وهو النقص كاين سقطو في الأجهزة في المكيفات الهوائية نقص في الأسعار في إشهار الأسعار.